عدد جديد من برنامج الباب على الباب بجمعنا وإياكم مشاهدينا الأعزاء خلال تناول مجموعة من الموضوعات الجامعة على الرغم من اختلاف تفاصيلها. ومساء الخير يا عفاف. يسعد مساك يا مصطفى وللمشاهدين جميعا. وفعلا حلقتنا اليوم هيك بتشمل فقرات مختارة مواضيع من مجالات مختلفة، ولكن القاسم المشترك بينها إن بتخصنا جميعا لأنه الباب على الباب فقضايانا وحدي وأيضا كل المواضيع اللي بتهمنا وحدي. انطلقنا بفقرات هذه الحلقة والباب على الباب. جميعنا تابعنا حادث احتفالات عيد الشعل اليهودي في جبل الجرمق واللي أسفر عن مصرع 45 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين. بدون شك حادث أليم تسبب بالكثير من النقاشات الحادة وتراشق الاتهامات بين جهات مختلفة حكومية ورسمية أيضا. واليوم بالباب على الباب رح نتناول الموضوع من زاوية مختلفة وهامة أيضا مصطفى، على اعتبار أنه لجبل الجرمق كما لكل المواقع الشبيهة في بلادنا بدون شك مكانة وأهمية تاريخية خاصة اللي مهم نذوتها ونعرفها وأيضا نتناقلها. إذا عن هاي الأهمية والمكان التاريخي والجغرافي معنا دكتور جوني منصور الباحث والمؤرخ. مساء الخير دكتور. مساء الخير لكما. أهلا فيك. إذن في البداية دكتور، يعني ما الذي يجب أن نعرفه عن جبل الجرمق، عن هذه المنطقة إذا بنتطرق أيضا للتسمية ومصدرها؟ يعني إحنا لازم نعرف عن موقعين هلأ، الموقع الأول جبل الجرمق والموقع الثاني ميرون وين حصل الحادث المؤسف. بالنسبة لجبل الجرمق هو أعلى جبل في فلسطين 1208 متر فوق سطح البحر. الأمر الثاني أنه الاسم الجرمق يعود إلى حسب ما بتفيدنا المصادر التاريخية إلى قبيلة اسمها الجرامقة اللي وصلت من الجزيرة العربية وتنقلت عبر كل منطقة بلاد الشام لغاية ما وصلت إلى شمالي فلسطين واستقرت. وعلى فكرة في قرية بلبنان اسمها الجرمق وفي جبل صغير بمنطقة الريحان جنوبي لبنان اسمها الجرمق. أنا اللي بدي أشرحه أنه المنطقة كانت مفتوحة فالقبائل كانت تتحرك. يعني إحنا يمكن بفكرنا أنه من هالسبعين سنة الماضيات خلص انتهت، تسكرت المناطق اللي حوالينا والبلاد اللي حوالينا كانت مفتوحة كل الوقت والقبائل تتحرك. الأمر الآخر اللي بدي أقوله أنه بمنطقة جبل الجرمق حواليه كان في عدد كبير من القرى مثل سعسع، مثل ميرون، الصفصاف. هاي القرى دمرت، الجيش ما زالت موجودة، بيت جن من الجهة الأخرى موجودة. فالقرى والمنطقة كانت فيها نشاط بشري كبير جدا منذ فجر التاريخ، والنشاط البشري بتحول أيضا إلى نشاط زراعي اقتصادي. لذلك المنطقة كانت منطقة زراعية وحرجية أيضا بفعل أنه فيها المنطقة أحراش كثيرة وجبلية. هذا بالنسبة لجبل الجرمق. بالنسبة ل ميرون، ميرون هي قرية عربية فلسطينية. يعني احنا تبعت انا كل الاسبوع هذا حتى وسائل اعلام عربية ما ذكروا انه هاي قرية عربية فلسطينية تم تهجير اهلها في عام 48. كان فيها 350 انسان من عائلتين كبار، طبعا في عائلات اصغر، العائلتين الكبار كعوش وكنعان. هلا هم انتشروا بهالانتشار اللجوء الفلسطيني والشتات الفلسطيني. فهذه هي المعلومة الاولى والاساسية اللي انا بحب انه الكل يعرفها، انه المنطقة هي منطقة عربية صرفي يعني لغاية عام 48. تسمية عبرية؟ لا لا، الميرون كلمة كنعانية معناها المكان المرتفع. المكان المرتفع. وهي تستخدم طبعا بالعربية وبالعبرية وباللغات الأخرى، لكن يمكن لأنه بالسنوات الأخيرة طغى هذا الاحتفال الديني اليهودي على المنطقة لدرجة أنه أغلب الناس فقدوا بين مستوجين فقدوا العلاقة التاريخية مع المكان. وصار يمكن هذا هو الاسم المتداول أكثر. يعني هذا اليوم موجود. سكان ميرون وين اليوم موجودين؟ اليوم يعني تهجروا إلى اللجوء في لبنان وجزء إلى سوريا، وبعد الحرب الأهلية بلبنان ثم الحرب في سوريا تشتتوا في كل أصقاع الدنيا، ولكن هم جزء لا يتجزأ من المكون البشري الفلسطيني ولهم مساهمات كبيرة جدا في حركة التحرر الوطني. نعم دكتور، عن هذا الاحتفال يعني وعيد الشعل اليهودي، لأنه أيضا في مصادر تحدثت أنه كان يقام هذا الاحتفال حتى ما قبل النكبة، لو نرجع شوي بالذاكرة إلى هاي الحقبة الزمنية. أنا سألت كبار بالسن، الكبار بالسن وبحكي من قبل 48 من سكان سعسع المهجرة، من سكان الجيش، من سكان حتى صفد، بيقولوا أنه هذا المكان كان مقام اللي يحتفلوا فيه المسلمين واليهود أيضا. أنا بحكي لك عن عشرات السنين سابقة، حتى التراث الشعبي بالأغاني الشعبية بتنذكر. يعني عندك مثلا بقول لك حضروا المرجي والمرجي لنا، وخيولنا بتلعب في المرجي، وبقول لك إحنا روحي لفين، عيني لفين، لربي شمعون اللي إلنا.
يعني تصوري انت انه حتى التراث الشعبي بالاغاني الشبيه اللي بتتنقلها طبعا تنقلوها الكبار بالعمر هلا اليوم احنا بنقراها في النصوص. يعني انا بالفعل بوجه تحيه للدكتور شكري عراف اللي ابرز هذا الموضوع بهذه الصوره. فالاحتفال عمليا هو احنا بنسميه تعرف بالاديان كلها بالعالم في عندنا دين الرسمي عندنا دين الشعبي، هذا الجانب الشعبي. بالتوراة وبالشرائع اليهودية ما في هناك أي يعني فتوى خلينا نحطها بين مزدوجين يهودية تجيز للناس الاحتفال على قبور أولياء. ما في باليهودية هذا، وحتى في الإسلام يعني بشرعا ما في، لكن في إشي مسميه الدين الشعبي بالتراث الشعبي بالممارسات بين الناس بالضبط. فهذا ربي شمعون بار يوحاي أثناء القرن الثاني وقت الفترة الرومانية بتصير في ثورة وتمرد، بلجأ إلى منطقة الجليل أولا إلى البقيعة، ثم هو وابنه إلى منطقة ميرون بتخبى في مغارة، ومع الزمان المريدين تبعونه يعني التلاميذ تبعونه بتعلموا منه هو، لأنه وضع كتاب كتير مهم كتاب الزهر، هذا كتاب تفسير ل الآيات من والتعاليم الدينية من التوراة ومن المشناة ومن التلمود وإلى آخره. فتحلقوا حواليه مجموعة من المريدين، ومع الزمان صار ينتشروا أكثر وأكثر لدرجة أنه تحولوا إلى سميحنا الحركة الحسيدية. يعني هي ما يشبه الصوفية. يعني الحسيدية إحنا عند اليهود، في عندنا الصوفية، طبعا في عندهم كمان حركة الكبلاء اللي هي كمان مشابهة يمكن أكثر للصوفية، وانتشرت حقيقة هاي في منطقة صفد. لذلك الاحتفال كان مع أهل القرية على فكرة، مش يعني تفكروا أنه الاحتفالات كانت مع أهل القرية، مش أنه يجي يعني بس اليهود لحالهم. بعد ذلك بفترة أواخر الفترة العثمانية والفترة الانتدابية في عائلة بصفد يهودية اسمها عائلة عبو، اللي هي عائلة سفردية صفدية اللي هن من الوجهاء في البلد، كانوا ياخذوا ويحملوا التوراة وينزلوا فيها مشي من صفد إلى ميرون، وتم استقبالهم بهاي اللي احنا بنسميها الهيزعة، نحن نسميها الهزعة يعني الزفة الكبيرة. وعلى فكرة بالزفة في داخل الموقع اليهود السفارديين بسموها الزيارة، مثل ما بنسميها احنا زيارة. هاي الطقوس هي اللي موجودة اليوم، يعني اشعال النار او غيره من الطقوس. في ثلاث طقوس. اولا 33 يوم بعد عيد الفصح معناه في عندنا قدسية ل 33، هذه في الموروث الشعبي. كمان القضية 33 هي عمليا اكثر من نصف الطريق قبل وصول الى عيد العنصرة اليهودي، شبوعوت اليهودي اللي فيه بنسميه احنا عيد البواكير وبداية القطاف والى اخره. الأمر الثاني بالزيارة هاي بيكونوا الأهل نادرين الأولاد بحلقولهن بسموها الحلقة، والناس كانت تستعملها بعدنا على فكرة بيستعملوها خاصة اليهود الشرقيين. والأمر الثالث الشعلة اللي أكثر واحد ممكن يجيب مثلا قماش غالي وثمين بشعل هالنار، والنار هي بترمز إلى الطهارة بالنسبة لليهود، وهذا مش بالصدفة أنه أيضا عند ديانات أخرى موجودة. فهذه الطقوس هي طقوس شعبية لا علاقة لها مباشرة بالتمام مع العقائد الدينية، ولكن مع الزمن إيش اللي حصل؟ إنه بعد 48 تهجير القرية، سيطرة مجموعات يهودية على المكان، تحويله إلى مكان مقدس يهودي. وعلى فكرة هذا مش بعيد، في عندنا عشرات المحلات صحيح. المقامات العربية الإسلامية التي تم عملية تهويدها. بكفي أعطيكم أنا نموذج لمغارة الأنبياء اللي هي مغارة مار الياس الخضر في حيفا، اللي تحولت إلى معارات إلياهو، وكانوا المسلمين والدروز والمسيحيين واليهود يصلوا لهناك ويقوموا بالشعائر الدينية والطقوس الشعبية والآخرة. طفولتي كان هيك على تماماً إحنا متذكرين، لكن آخر 20-25 سنة انقلبت الآية، صارت مكان يهودي صرف مع كل الشعارات والرموز اليهودية. فمش غريب أنه ميرون يحصل هذا الشيء فيه، وأيضا في عندنا موقع أبي هريرة في يبنى اللي هي يبني على سبيل المثال أنا بجيبها، اللي موجود في القرية العربية المهجرة يبنى اللي هي يبني، تحول إلى مقام لأولياء يهود. ولذلك أنا بعتقد أنه في هذا المكان بالذات هو مكان كان فيه، خلينا أقول لك أنه التراث الشعبي مهم جدا بيجمع الكل، يعني العقيدة بيحترموها وبيأمنوا فيها، ولكن بيعملوا حلقات شعبية وبيعملوا زفة وبيدبكوا العرب واليهود
وانا عم بحكي لك عن فترات كثير قديمه توقفت عام 48. وكانه هاي ميزه المنطقه يمكن وهيك المشهد اللي لازم يضل مترسخ. كان طبيعي قبل ظهور الصراع، قبل ظهور الصراع كانت حياه الناس طبيعيه، ما حدا عارف انه بده يصير بالمستقبل صراع اسرائيلي عربي فلسطيني على الارض، ولذلك كانت الناس تاخذها باريحيه ويجوا، لانه كل منطقه في لها موسمها، مثل ما عندنا موسم النبي موسى، النبي صالح، النبي روبين، فكل هاي كانت مواسم الناس تحب تشارك فيها. فإذا أنت بتحكي عن المجتمع اليهودي السفاردي اللي هم إحنا بنسميهم يهود عرب أو يهود ولاد عرب، فهم كانوا جزء لا يتجزأ من هاي المنظومة الاجتماعية، أنا ما بحكي على العقائد الديني، الاجتماعية كانت كتير قوية بين بعضهم البعض. وخير مثال على ذلك ما كان يجري في ميرون، وإحنا سمعت كل هذه القصص والحكايات من كبار بالعمر اللي كانوا يشاركوا في هذه يعني الاحتفالات. شاهدين على الحدث أولاً، يعني لا شك أنه كان مهم نكون مع هاي الوقفة اللي طبعاً. نشرح أكثر عن المكان اللي احتل العناوين بالأسبوع الأخير. طبعاً، ويمكن هيك هذا المشهد رغم أنه يعني الحادثة أليمة، ولكن يعني أعاد هالمنطقة أيضاً إلى العناوين، وكان مهم جداً التوقف عند هاي المكان التاريخي أيضاً والوطنية. دكتور جوني منصور، شكراً لك. شكراً لكم. شكراً. فكرة الباب على الباب بتتجلى بشكل واضح بالمبادرات واللفتة الإنسانية اللي أقيمت مباشرة بعد وقوع الحادث الصعب في جبل الجرمق، ومن أكثر من جهة على فكرة. طبعا مصطفى، وفي أعقاب هالحادث بلدية طمرة وبالتعاون مع منتزه طمرة أقامت محطة انتعاش للعائدين من جبل الجرمق، وأيضا ناشدت المواطنين بالدخول للاستراحة لتناول المرطبات وأيضا الطعام. الأمر لم يقتصر على بلدية طمرة، مجلس الزرازير المحلي أيضا قام بنصب طاولات وعليها مياه معدنية وطعام أيضا، وناشد العائدين من الجرمق بالمرور للاستراحة. وطبعا هذه المبادرات حصدت آراء يعني وسببت نقاش واسع على الشبكات الاجتماعية، وعنها الموضوع معنا رئيس بلدية طمرة دكتور سهيل دياب. رمضان كريم وتحياتنا دكتور سهيل. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. أهلا فيك دكتور سهيل. إذن بالبداية يعني لنتحدث عن الدوافع من وراء هذا القرار، صارت الحادثة، ما أخذ لكم وقت طويل لحتى قررتوا أنه تقوموا بهاي المبادرة؟ الدافع هو دافع إنساني أخلاقي وديني من الدرجة الأولى. من عمرش للشهرة أو من أجل إرضاء حكومة عنصرية ووزراء عنصريين وأعضاء كنيسة عنصريين، فقط كما قلت كان عمل إنساني ديني وأخلاقي. يعني هناك في المجتمع العربي من عارض مبادرتكم، لابد وصلتكم آراء من منصات التواصل أو حتى من خلال المواقع الإعلامية اللي كتبت أنه في رفض، في صوت عم ينتقد سلبا مبادرتكم، كيف بترد على هاي الأصوات أو هل وصلتك، هل سمعتها؟ يعني أخي العزيز، إحنا بنعرف كل مجتمعات العالم تنقسم إلى قسمين، قسم ينفذ ويعمل، والقسم الآخر فقط ما ينتقد ما يعمله هو القسم الأول. هيك مقسم كل مجتمعات العالم، اللي بينتقد العمل الإنساني حقه الطبيعي. يعني لكن هناك من قال، وأنا أقتبس يعني أحد التعليقات اللي قال، بينما يصرخ المتدينين اليهود الموت للعرب في جبل الجرمق تجف حناجرهم فيبلون ريقهم في استراحة طمرة. يعني هذا نوع من التعليقات اللي بتقول في خلفية، في أسبقية، ليش في ناس عارضت مش لأجل صديق العزيز. ديننا الإسلامي علمنا القيم، علمنا التآخي، المحبة، التسامح، الإنسانية. الدين هو معاملة، وإحنا لازم نعمل حسب قيمنا الدينية الإنسانية والأخلاقية. أنا أناشد كل سكان العالم أن نربي ونهذب أبناءنا وشبابنا على المحبة والتآخي والتسامح، مساعدة الآخر وتقبل الآخر، الألفة والرحمة، بغض النظر عن الديانة القومية الجنسية ولون البشرة. دكتور، كيف قوبلت هذه المبادرة يعني من قبل المتضررين؟ يعني طمرة كبلدة عربية كمدينة لها مواقف وطنية أيضا مشرفة، ودائما يعني تسجل مواقف في المناسبات الوطنية، وربما مرات بيكون في تخوف أو حتى تجنب وامتناع من دخول أشخاص من المجتمع اليهودي إلى بلداتنا العربية. بعد هذه المبادرة الإنسانية من قبلكم، يعني كيف قوبل؟ هل كان في إقبال على الوصول؟
أولا طمرة ستبقى عاصمة للقومية والوطنية، والشماتة بالموت هاي مش نوع من الوطنية. الوطنية إنك تدافع عن شعبك، وأنا دائما قلت إحنا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ولكن في نفس الوقت أنا كمسلم متدين وأفتخر في ديني وأفتخر في إسلامي، بعمل حسب القيم الإسلامية اللي ربيتها على الدين الإسلامي، وفي نفس الوقت اللي تربيت عليها في بيت الوالدين وفي بيت أهلي ومجتمعي. والمجتمع التمراوي عامة هو مجتمع مساعد، مجتمع مسالم، مجتمع بيعلمنا القيم، وعلشان هيك أنا عملت حسب القيم اللي تربيت وترعرعت عليها في مدينتي طمرة، المدينة الطيبة بأهلها. وصلت الفكرة دكتور سهيل دياب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لكم، كل عام وأنتم بألف خير. وإلى موضوع آخر، أحيت العديد من الدول حول العالم في الأول من أيار يوم العمال العالمي، وهاليوم يعتبر عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة. وعنا في البلاد نظمت في الناصرة المسيرة التقليدية اللي بنظمها الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بمشاركة قطرية. صحيح، وبما أنه اليوم متعلق بحقوق العمال الكادحين ونضالهم، يعني بعد هالأزمة اللي ألمت في جميع القطاعات هالسنة، مهم نتوقف عند هالمناسبة لنحكي عن أوضاع العمال وبالذات العاطلين عن العمل ونسبة البطالة غير المسبوقة في البلاد. وبالذات مصطفى أنه في الأيام الأخيرة أيضا نشرت معطيات عن هذا الموضوع اللي أشارت أنه فقط نسبة 7% من العرب العاطلين عن العمل عادوا عمليا إلى عمل، وأنه العمال والموظفين العرب بشكل عام بيواجهوا صعوبة أكبر في العودة إلى سوق العمل. يعني نانسي وسما صاروا موجودات معنا، تحياتي مساء الخير، ويعني كل عام وأنتم بخير بفترة كلها مناسبات وأعياد. رجعتوا على الشغل نانسي من فترة مش بعيدة بعد فترة انقطاع طويلة، كيف كانت بالأول فترة الانقطاع هدول بالإغلاقات وكل إشي مرق؟ كون بالأول هيك شوي غريب لأنك مش متعود تضلك بالبيت لقدي فترة طويلة، توصل لحالة ملل معينة، بعدين بلش تفهم أنه أوكي بدي أكتف حالي من جديد، شو أنا بقدر أعمل بهذا الوقت، كيف بقدر استغل وقتي. شو كنت تشتغلي قبل أزمة كورونا؟ بشتغل نادلي في مطعم بار هذا القطاع كله سكر يعني؟ وكان غريب لأنه يعني صار لي بشتغل 3 سنين بهذا المحل، وفجأة أنه أوكي قاعدة بالبيت. وهذا القطاع يمكن اللي دفع يعني أثمان مش سهلة. مصطفى سما كمان نسمع منك كيف مرقت عليك هاي الفترة، يعني إغلاق وراء الآخر، ما بين الإغلاقات كمان ما كانش في عمليا، حتى لو يعني فتحت المطاعم ما كان في أشخاص اللي يتواجدوا، بالتالي شكل عملكم كمان تغير. صحيح، أنا الصراحة فترة الإغلاق كانت كتير فترة حلوة إلي، لأنه حلوة كنت آخر فصل تعليم آخر سنة، وكان علي كتير ضغط فاستغلت هاي الفترة. خلصت إسا لقب إنجليزي ولقب إعلام. لقب إعلام يعني وإنجليزي، بس شغلك العادي ما كانش في المجالات؟ لا، كنت أشتغل قبل بمطعم. بمطعم. وخلال فترة الإغلاق يعني قعدنا طبعاً، واستمتعت بالفترة، كانت فترة راحة وقدرت أركز على تعليمي وأخلصه. لأنه كمان أجتك بوقت اللي فيه كنت فيه مضغوطة. اليوم عم بحكوا على 7% بس عم برجعوا على الشغل، وبعض المحللين بيجي بقول لك الناس عم بطلع لها مخصصات من التأمين مستمرة لشهر 5-6، فبالتالي الناس مش رح ترجع. شو عم تسمعوا من زملائكم؟ يعني أنتوا اليوم عن جد بنقص بالمطاعم اللي بتشتغلوا فيها، في نقص ومطلب إنه في العمال بدهاش ترجع؟ أفكر الإشي مش إنه العمال بدهاش ترجع، بس لقدام العمال تقدمت بحياتها. يعني مرقت سنة من لما خلصنا الشغل أو سكروا المطاعم أو المحلات، ومن وقتها ناس لقت مجال جديد تشتغل فيه، أو إنه خلصت تعليمها وبلشت تشتغل بمجالها. فبالتالي انه خلص تقدمنا بطلنا نشتغل بهذا المطعم. على فكره في كثير اصوات من يعني اصحاب مطاعم ومقاهي بمختلف المناطق في البلاد فعلا اشاروا انه مش كثير عم بيرجعوا، بالذات يعني الاشخاص اللي من شريحه الشبان والشابات في مخصصات التامين الوطني. منكم يمكن عم نسمع صوت اخر اللي بيقول غير هيك. الرجعه والتقاء الناس، يعني سما كمان يمكنك موضوع مهم الوقوف عنده، زي ما احنا كزبائن مشتاقين نكون موجودين في هذا الحيز، كيف بيكون اللي
اللقاء، في شيء تغير بتصرفات بسلوكيات اليوم الشخص اللي بدخل على مطعم او مقهى؟ في طبعا تغيير معين، في نوع من التوتر. ننسى عم بتهز براسها بس في نوع مساحه اكثر ما كانتش موجوده قبل. واحنا حاليا بعدنا بنشتغل مع كمامات، ففي نوع جدار بينك وبين الزبون. بس من ناحيه ثانيه الاشياء اريح. بدي افشي سر، بس امبارح سما بتقول لي بخلال حديثنا انه الناس صاروا الطف. بعد صاروا الطف. شو يعني الطف؟ بس الناس مشتاقه تطلع، ترجع تطلع، مشتاقه لكل هاي الممارسات اللي كنا محرومين منها. فبحس انه الناس صارت تقدر اسا اكثر الطلعات من قبل. كيف ببين هذا اللطف؟ يعني شو صاروا يقولوا لو سمحتي اكثر؟ ايه انتم بتقدروا تشيلوا اكثر من غيركم عن جد؟ كيف بيظهر؟ بصراحه انا ما رجعتش كثير على الشغل، يعني اشتغلت كم ورديه، مش بقدرش يعني اعمم، بس بالورديات اللي اشتغلت فيها كان في نوع من الهدوء اكثر، رواق، الناس بتتبسم اكثر، بتطلب لطف اكثر. نانسي، شو حسيتي تغير هيك بالتعامل مع الأشخاص الموجودين اللي عن جد كمان إحنا يمكن أكتر أصوات ومرات بفكاهة كان ينكتب على الشبكة الاجتماعية قديش تقنا نطلب الحساب من النادل أو النادل، قديش تقنا لهاي الأعداد؟ شو بتحسي تغير بتصرف الناس؟ بفكر صار في عندهم تشوق أكتر إنه يجوا على المحلات، إنه بعد الطيعة تبعت سنة إنه يلا تعال نطلع على المطعم، تعال نروح نسهر. فحتى مثلا بفكر بالتبات انه يجي يحطوا بقشيج، انه عم بحطوا اكثر مثلا او سما بتقول اشتغلت كم ورديه، عم بتقولي بقدره بطريقه احسن، عم ببين انه الشغل عم بيرجع للحياه الا شكله الطبيعي. يعني عم بتشوفوا الناس عم بيقبلوا بشكل اكثر، عجله الاقتصاد عم تتحرك بشكل احسن في اماكن عملكم في المطاعم اللي انتم فيها؟ عم بيكون هيك وهيك، مش بالضبط يعني اول ما فتحوا اول فتره كان كثير في شغل، كان هجمه، سمعت من زملائي يعني ما اشتغلتش هذيك الفتره. عم بتقول نانسي كان في هجمه؟ كان في يعني بس اصحابي كثير كانت ناس تيجي وكانوا يعني. اليوم بالاسابيع الاخيره اليوم رجع اروق، رجع طبيعي عادي زي كيف قبل، يعني زي تقول راحت اللهفه، رجعت الناس حياتها الطبيعيه، الاولاد رجعت على المدارس، فكتير أشياء تغيرت. سما ذكرتي قبل الكمامة، والكمامة بحد ذاتها هاي قصة وممكن يعني تناول الموضوع من كتير جوانب، بس بدي أسمع منكم نانسي، يعني إحنا كنا نقول صعب لنا نتواصل مع الكمامة، بس طبعا يعني عشان نواظب على التقييدات كلنا لفترة كتير طويلة كنا نحكي مع بعض من خلال الكمامة، بس اليوم يعني أنتوا بعدكم بتستخدموا الكمامة، الأشخاص الموجودين بالمطاعم يمكن لأنه بوكلوا بيشربوا مسموح لهم إنه لا، كيف بالنسبة لكم؟ صعب مرات يعني بسمعوا كيش منيح الزباين بتضطر تعلي صوتك أكتر، والزباين هن بدون كمامة يعني، فأنت بتحس عن جد في زي عائق معين بينك وبينهن، زي حائط هيك، زي مش عارف شايفينك إذا عم تتحكي لهنا. في توقعات إنه يكون في كمان تخفيف للتقييدات، عم تستنوا إنه تنكم الكمامة بشكل ولا تعودتوا عليها وصارت خلاص جزء من الروتين؟ لأنه في ناس أنا بفكر ولا مرة ممكن تتعود. عن جد عم بسمع كمان أصوات اللي بتقول تعودنا نكون أكثر منتبهين مع كمامة كل الوقت، بطلت تضايق. هو لطيف مع كمامة، بتحس إنه بتستغني عن هاي المنطقة، فيش حاجة تعمل وجوهه بس بنفس الوقت يعني حتى الزبائن مرات بتسألك ليه حاطط كمامة، إنه بتقدر تقيمها، فبحسسوك براحة إنه مثلاً إحنا تمام مش خايفين منك. جايات على موسم صيف، يعني موسم أكثر فيه مساحة للترفيه والاستجمام والناس تطلع على مطاعم وعلى مرافق عامة، رح يكون موسم هيك مليان وغني ولا شو متوقعات من صيف 2021؟ على الأغلب يكون طبعاً الناس بتعود عن سنة ونص قعدوها، بس بنفس الوقت يعني الشغل بالحم مش هالقد شيء مشجع، مش متحمسة مع الكمامة كمان. بفكر إنه بتوقع رح يكون في استكمان كتير حفلات وكأنه أو بالمطاعم عروضات ستاند أب كوميدي أو زي الناس إنه بدها تطلع، بدها يعني عم تستنى على البواب انه يلا بدنا كمان عارض، بدنا كمان اشي، بدنا وبحق بدها تطلع. يعني قديش كان صعب مصطفى فجاه لما انت عم بتقول صيف 2021، بقول ولا، وقديش عن جد عانينا حرفيا. يعني الاشخاص اللي استمروا انهم يشتغلوا مثلنا بقطاعات حيويه، شغل بيت بيت شغل، هذا اللي كان يقتصر مشاويرنا. صعب كثير كان حنا نطول بهاي القيود، وبتامل انه لو بدكم تتعبوا معنا شوي بس تحملونا، صرنا كثير وقت بدون ما نشوفكم. يعطيكم الف عافيه نانسي وسما، شكرا لكم وبالنجاح في كل المجالات الاكاديميه وايضا المهنيه العمليه اللي عم تعملوها. يعطيكم العافيه. شكرا كثير.
وفي شهر القيامة وبالتزامن مع حلول عيد الفصح المجيد للطوائف اللي بتصير حسب التقويم الشرقي، انطلقت فعالية جميلة ومهمة على أكثر من مستوى، منها الديني وأيضا التاريخي. صحيح جدا، يعني ممكن نوصف هالفعالية بأنها رجعتنا لمشهد القدس على زمن المسيح من خلال مجسم صنع بأيدي سرية كشفت مرشدات يسوع الناصري الأرثوذكسي. وحاليا لنحكي عن تفاصيل هالفعالية معنا ضيفاتنا دالين مقبعة وأنعام كسابري. مساء الخير، فصح مجيد وكل عام وانتم بخير. مساء النور. أهلا وسهلا. شو الفكرة؟ يعني الناس رح تبلش تشوف صور ومشاهد للمجسم ولتفاصيله، فاحكوا لنا كيف بلشت الفكرة، ليه عملتوا الفكرة؟ احنا كل سنة نعمل مراحل لضرب الألام، بنعملهن كمرحلة مرحلة، منجسد يعني كل مرحلة بنعمل مجسم، إن كان من طين كرتون، بنعمل كل مرحلة لحال. هاي السنة حبينا نعمل إشي مميز بعد انقطاع سنة، وطلعت معنا الفكرة. هذيك السنة ما اشتغلتوش، يعني هذا المجسم ما كانش ينعمل بدوائر صغيرة، إنما كان لأنه فيه المناسبة وفيه احتفال. أيوة. كنا نعمل آلام المسيح كلها، كل المراحل، كل مراحل آلام المسيح 14 مرحلة لحالها. فهاي السنة حبينا نعمل إشي مميز اللي الناس عن جد تشوفه وتنبهر فيه بعد الانقطاع اللي صار. طيب منطقي، يعني هذيك السنة ما كانش فيه لا احتفالات ولا أعياد بتشبه نفسها، فهيك رجع نشاطكم هاي السنة. دليل نحكي شوي عن المجسم كمجسمك، شو المواد اللي استخدمتوها؟ قديش أخذ مجهود؟ مين الأشخاص والأيدي اللي اشتغلت عليه؟ أخذ كتير كتير وقت، كتير أشخاص اشتغلت فيه. استني، هاي كتير بالإعلام مش مفهوم. يلا تعالي أنا تعال نسمع منك. بلاش كتير، قولي لي قديش أشخاص تقريبا اشتغلوا عليه، قديش فترة، أيام، أسابيع؟ طلعت الفكرة ولا خلص كان معنا بس أسبوعين. اشتغلنا صبح وبالليل، يعني كنا نشتغل متواصل. شغل متواصل عشان ننجز. أنا تفضلت له كامل، يعني كنت أنزل من الصبح نضلنا، ويجوا معي أعضاء السرية. السرية ككامل اشتغلنا من كبار لصغار، حضرنا شو المواد اللي استعملت؟ بلشنا بالطين ما زبطش، رجعنا غيرنا لكالكار. ليه ما زبطش الطين؟ ايه انا ما اول مره كنت اتعامل بالطين، فما قدرتش اتعامل معه صح، اتحكم فيه، وكان معنا وقت كتير قصير، فقررنا ننتقل للكالكار ونبنى كله بالكالكار. حلو، رائع. طب احنا عم نحكي على مجسم اللي وكانه هيك برجعنا للمنطقه لكل هالمشهد على زمن المسيح، شو كانت المرجعيات؟ من وين اطلعتوا؟ استنسختوا بالمعنى الايجابي، يعني البحث اللي عملتوه وين كان؟ واحنا عم نشوف على الشاشه المجسم ضخم ايضا مصطفى، كبير، مترين ونص، مترين ونص، مترين ونص، مترين ونص. المرجعيات من وين كانت؟ كيف تاكدتوا من الشكل؟ من جوجل. من جوجل، يعني كنتم منتبهين للمصادر اللي استعملتوها عشان تتأكدوا انه هيك كان الموضوع. جميل. في نشاطات اخرى ومختلفه غير المجسم كمان اللي عم نشوفه دالين، يعني شو اللي عم تحضروا حاليا بالسريه؟ احنا نرجع شوي صغير لورا. طبعا كنا بفتره الكورونا، لما كانت الكورونا بعزها، ما كانش في مسيرة على وقت عيد الميلاد، ما كناش نقدر نعمل إيش نفرح الناس زي كل سنه، فحبينا احنا وسرايا كشاف الناصري كلياتهن نعمل برنامج اللي احنا نفوت على البيوت الناس نفرحهم يحضرونا على الشاشات. فعملنا برنامج كل السرايا الناصري مع بعض اللي احنا نفرح الناس فيه، من ناحيه عزف وكل شيء، عزف للمسيح وتراتيل وصلاة وكل إشي، ونفس الشيء على الفسح هذيك السنة عملنا أجواء احتفالية وطقوس كمان إيمانية، وتعالوا الاجتماعية بالنهاية، يعني عم بتجمع الناس بعد هالأزمة وبعد هالإغلاقات اللي كانت متحدة. صحيح 100%. يعني نعم، لابد من سؤال، وين الناس بنفع يشوفوا المجسم؟ يعني وين معروض؟ وين موجود؟ كيف ممكن يتطلعوا عليه؟ عم بيسألونا هذا السؤال كتير، وحاليا محطوط عنا بالكنيسة بالطائفة، وبنفع تيجي تشوفوه. يعني الموضوع مفتوح كمان للزيارة وللطلع على التفاصيل. لو كنت اليوم معك وقت أكثر وبدك تعدلي فيه أشياء، شو كنت بتعدلي بالمجسم؟ يعني هل بتستعملي مواد أخرى؟ اليوم أنت بريت الضغط، صار جاهز وصرنا مارقين المجسم. شو بتغير لو رجعناك شوي بوقت أريح؟ منزيد تفاصيل أكثر، منستعملش الكلكر، ممكن نستعمل مواد تانية، بس رح تاخذ معنا وقت أكثر. يعني ضيق الوقت اللي خلانا نعمله بهالقد سرعة، بس طلع، يعني طلع شيء. بدي احكي شغلي كمان، انه من لما طلعت الفكرة قبل اسبوعين، كل اللي سمعني عم بحكي عن المجسم وشو بده يطلع كان معارضة، انه كيف رح تلحقي، وانه لا وبتقدريش وهيك. ف
فلما طلع يعني الكل هيك تحمس، كان مبسوط بالنتيجة. كان مبسوط آه. بس بتعرفي عفاف يعني يمكن كمان الشغل على مجسم لمدينة القدس في زمن سابق بعمل نوع من حنين، يعني بتطلع على تفاصيل بطريقة مختلفة، البواب، الشبابيك، الحارات. شو اللي بيميز القدس من بعد شغلكم على المجسم؟ يعني شو اللي منشوفه؟ هل في حارات ضيقة، شوارع كتير مكتظة بالسكان؟ يعني المجسم إيش أعطاكي فكرة عن وقت القدس في هذاك الوقت؟ القدس حلوة يعني ثوارها، كل شيء كل شيء يعني، وهي كتير غير عن إسا. كان إنه هون شو كان إسا عمليا، شو إسا كان كتير عنا أسئلة يعني، قبل كانت غير عن إسا، كتير اختلف طبعا مع مرور العصور وكل. كان عنا أسئلة كتير. عمل القدس وقت أيامات المسيح قبل ما يكون أي شيء. دليل هيك عم نحكي على سرية الكشاف وعن جد على هذا الإطار اللي إحنا دايما بنقول حلو إنه بعده موجود كمان، بنرجع بذكرتنا مصطفى وإحنا وصغار، يعني دايما في كل المناسبات الدينية والاحتفالات كان في حضور. اليوم هيك نشاطكو بعد ما حكينا مرقت سنة وشوي وأكم من شهر، مش سهلات إغلاقات، شو مخططين لقدام؟ يعني إسا تعال نقول لعيد الميلاد تقريبا يمكن ما في أعياد هيك متواصلة للمسيحيين، بس شو تخطيطاتكم؟ نشاطات، فعاليات؟ احنا وقت الكورونا ما وقفناش فعاليات، كنا ماشيين فعاليات ان كان عن طريق الزوم، عن بعد، حسب تعليمات وزارة الصحة. ما وقفناش فعاليات ولسه بعدنا ماشيين فعاليات مع الأعضاء. جميل، يعني ان شاء الله تضلكم بنشاطكم وهمتكم. وتحياتنا لكل شباب وصبايا السرية، يعطيكم ألف عافية وفصح مجيد كمان مرة، كل عام وانتم بخير. شكرا. دليل وإنعم. إلى الفن، الموسيقى والإصدارات الجديدة. الموسيقي وعازف القانون الفلسطيني المقيم في نيويورك فراس زريق أصدر ألبومه الأول تحت عنوان سولو. وإلى جانب جمال للموسيقى اللي بتخللها الألبوم، فراس استغل فترة الإغلاقات وأيضا هاي العزلة اللي كنا فيها بعام الكورونا، ومن العزلة وعزلة التباعد الاجتماعي ولد ألبوم سولو. يعني تعالوا نسمع قبل ما نحكي مع فراس، تعالوا نسمع مقطوعة شمس ومنرجع. هذه النغمات من مقطوعة شمس من الألبوم الأول، ألبوم سولو للفنان والموسيقي وعازف القانون فراس زريق، اللي صار معنا موجود في استوديوهات الباب على الباب. تحياتنا فراس، الحمد لله على السلامة ومبروك أيضا. هلا مصطفى، هلا عفاف، شكرا لصدفتكم. يعني فراس اللي بسمع المقطوعة، يعني لو هذا الجزء اللي سمعناه من شمس، يعني لا أعتقد عفاف بفكر بعزلة بقدر ما بفكر برواء، بتأمل. كيف كانت تجربة كورونا وإغلاقاتها عليك؟ كانت تشبه هاي الموسيقى؟ والله أنا مبسوط بالاعتبار اللي عملته هذا، وهذا الهدف إنه المستمع تأخذ الموسيقى لوين هو بيشوف، مش شو الملحن بقرر. المشروع هذا ما كان على الأجندة، يعني ما كان على جدول الأعمال، إنما خلق بسبب الإغلاق اللي صار بسبب الجائحة في نيويورك. ما قدرت أتعامل مع موسيقيين بشكل فعلي في استوديو، فقررت إنه أعمل مشروع سولو اللي هو الموسيقى ما توقف، يعني ضلنا نكمل الإنتاج، استغل فترة إلغاء العروض والقعدة بالبيت للكتابة الإبداعية والإنتاج. فكتبت هدول القطع، وبنفس الوقت تزامن إنه اتصل في صديق بعده تحية اسمه عادل الحناوي، اللي هو عنده مؤسسة جديدة اسمه فنون وعنده مساحة تسجيل، فحكى لي هيك إحنا حابين نعمل إشي نصديف، عندك موسيقى جديدة مكتوبة؟ فلما صار في تاريخ معين ومساحة موجودة، زي عمل حافز إنه أكتب أكتر الموسيقى. جميل. فأجوا في صياغة أجل الإبداع هيك، من زي ما حكينا، من هاي الظروف اللي ما كانتش سهلة. في راسك أنا ومصطفى كنا ندردش بعد ما سمعنا الألبوم، أغرمنا بزورق وبشمس. إسا أنا قبل ما أسألك على كل موضوع الإبداع الموسيقي، أنا دايما عندي فضول أسأل على التسميات، يعني لما عم نحكي على مقطوعة موسيقية صرف مصطفى بدون كلمات، صحيح. كيف بتم اختيار الاسم؟ يعني سؤال ممتاز، لأنه بصياغة موسيقى بحتة آلية بدون نص،
بصير سهل الواحد يأدلجها كيف بده، انه اذا مسميها الربيع ممكن تسميها بشكل ثاني، مسميها الخريف تسميها بشكل مختلف، تاخذك على عالم ثاني. مزبوط. فانا شوي بطمح مرات انه اسمي مقطوعاتي رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، حتى اعطي المستمع كامل الحرية انه ياخذ مخيلته الموسيقى كيف ما بتاخذه، بدون ما اقرر عليه انه تخيل هاي المقطوعة وهي شمس. لكن كل قطعة ممكن انا ادلجها بشكل شخصي، انه اعطيك قصة ليش سميتها هيك وليش سميتها هيك، بس بالنهاية انا ما بحتم على المستمع يختار شو وين الموسيقى بتاخذه. شمس على وجه الخصوص كتبتها لانه كان دنيا الفجر نص الإغلاق، يعني على الساعة 5 الصبح والشمس عم تطلع وأنا عم بعزف، وأجت هاي الفكرة الموسيقية ما طلوع الشمس رغم أنه مسموع مبتذل، بس هذا اللي صار بالضبط. حلو. يعني بديش كمان نتعمق في كل المقطوع على حال، لكن واضح. بيهمني أقول أنه مثلا بزورق ما كانش عندي شعور الاسم وكأني مثلا عم أبحر أو أنا موجود عم بنقذ حالي وبطلع من محل ما، كانت الموسيقى أكثر متعلقة بالقانون وسيطرته. في شيء قوي وشرقي وهالقد قادر بالقانون أنه يسيطر عليك، وأنا حسيت النفس، وعذرني أنا مش عم بحكي من محل موسيقي، في شيء أندلسي بالذات في زورق، يعني بنص الموسيقى أنا عم بسمع جو هيك من الحنين اللي أنا ما عرفتش أفسره. كيف اعتمدت؟ شو اللي كتبته؟ يعني شو اللي استعمل؟ شو اللي عم نسمعه احنا؟ عموما لا شك انه في كتير تاثيرات من بحور كتير موسيقيه عالميه اللي انا شربتها منه وانا طفل لتطور الموسيقى وحياتي المهنيه، ان كان الفلامينكو ولا الجاز ولا الموسيقى الكلاسيكيه والتركيه وطبعا المقام العربي. فلا بد انه يكون هالانعكاسات بشي محل هناك. بالاضافه لذلك انه شبه جزيره ايبيريا والاندلس هي امتداد لشمال افريقيا والشرق الاوسط، فهي منطقه واحده اللي تسبح بعالم بين المقام وبين الموداليتي، هذا الموضوع السلالم ونوع التلحين عندهم كثير متشابه. فانا كثير متاثر من باكو دو ليسيا على وجه الخصوص، فلا بد انك تسمع بعض الانعكاسات. بفكر انه انواع النغمات اللي اخترتها، انواع السلالم مع مقام الصبا ومقام العجم، بتعمل هذا الشعور انه في شيء اندلسي. بس انا سعيد انك انت شخصيا اخذت المحل هذا المحل بشكل مستقل عن الاسم اللي انا اخترته. طب انا شكلي بدي ابقى عالقه شوي بالتسميات، وبدي اسال لما قررت بدك هيك تعطي عنوان لكل الالبوم ليش سولو؟ عموما كمان مره ارجع قصه التسميات، انه حاولت ما اعلق فيها كثير، بس المشروع اجى بسبب الازمه، بسبب التباعد، بسبب انه الاوتار نفسها محجوره وانا في حجر. حتى لما رحت على الاستوديو كنت لحالي، فحسيت انه سولو معناها لوحدي او وحيد، بتعكس بالضبط انه الاوتار نفسها في حجر، هي انعكاس لسياقة الموضوع الثلاثي والحالة العامة اللي كلنا عشناها. يعني هي. لا ولا شك انه في نيويورك الوضع يعني كان اقصى، امريكا صدرت العناوين لفترة طويلة، وهون يعني لابد من سؤالك قديش الفايب الحالة العامة اللي كانت حولك كمواطن موجود في امريكا او كاحد المقيمين هناك، كيف تأثرت من الجو؟ يعني في البداية كان الجو مرعب، بفكر كمان أنتم مرقتوا هذا الرعب هون، بس بأمريكا سمعنا عناوين كارثية، بأمريكا خصوصا نيويورك فشلوا يتعاملوا مع الأزمة. يعني يمكن مات قريب النص مليون واحد بالمنطقة. هذا طبعا انعكاس لسياسة أمريكا الرأسمالية بموضوع التأمين الصحي، بس كمان انعكاس لفشل إدارة ترامب وإلى آخره. بس كمان دولة بهيك حجم بكثير أصعب أن تسيطر عليها زي دولة صغيرة مثلا. بس باللحظة اللي صار الإغلاق أنا فهمت أنه أنا طريقي هو الكتابة الإبداعية والإنتاج، فشريت كل هاي عدد التسجيل البيت، صرت أعمل تسجيلات من البيت لأي بروجكت مع أي صديق أو أي فنان عالمي، صرت أكتب وألحن، صرت أنتج، أنتجت أغنيتين لأم المرقص الوالدي، أنتجت قطعتين للقانون السنة الماضية، وتكلل هذا الموضوع إسا بمشروع سولو، وسجلت كمان ألبوم رح يطلع بالخريف. ففكر أنه كنت شوي ناجع اكثر من عصرت حالك. مبدئيا قلت انك تعاملت مع الفنانه الكبيره امل مرقص في السنه الماضيه في سينجلز، هل في فنانين اخرين او كمان انتاجات، يعني مزيد من الانتاجات مع امل خلال الفتره المقبله عم بتتحضر لهيك شغلات؟ طبعا طبعا في كثير تعاونات مفتوحه لفنانين عالميين وفنانين عرب، بس بالوقت الحالي بهاي السنه خصيصا انا مركز على مشروعين، اصدار البومي الكبير مع فرقتي بشهر 10 او بالخريف، وكمان انتاج كمان اغاني لأمل مرقص اللي هي موحطوطه بالجرور، في 4-5-6 اغاني جاهزات لازم نشتغل عليهن. فبفكر بعد ما يخلص هاي المشاريع بقدر اتحرر اكثر لكمان تعاونات مع لشهر 6 فراس بالبلاد، يعني امل مش رح تطلعوا من هون غير لما يكونوا ملحنات. فراس زريع مبروك سولو، ندعو كل المشاهدين يعني ايضا يفوتوا على كل المنصات الاجتماعيه والموسيقيه ويسمعوا وين موجود على السريع الالبوم، بتلاقوا على يوتيوب سبوتيفاي انغامي كل منصات الديجيتال وعلى السوشيال ميديا. موسيقى رائعه راح ممكن ترافق يعني رحلاتكم ومشاويركم وايضا وقتكم الخاص.
يعني كمل بإبداعك فراس الزريق. شكرا لك. شكرا شكرا فراس. شكرا لكم. سلام. طيب حكينا عن البطالة وعن الأزمة الاقتصادية اللي ألمت بكافة القطاعات، ولكن من هذا المنطلق في أشخاص وجهات اللي قرروا أن يقوموا بخطوة اللي تكون بمثابة دفعة إضافية ومحاولة أخرى للعودة للحياة. حلو الكلام. وإضافة لهيك كانت هالخطوة عبارة عن ملتقى للإبداع لدعم وتمكين مصالح خاصة، والحديث هون يدور عن معرض وبازار خلطات إبداعية، ومعنا في الاستوديو جمانة زعبي من مشروع حكاية حجر، وأيضا نغم صبري من مشروع هاند أند تول، وتيريزا أبو نصار يعني المنظمة والمبادرة الأساسية لكل المعرض اللي كان، وعندك أيضا مشروع خاص باسمك متعلق بالصابون إذا رح نعرف عنه أكثر. أهلا وسهلا فيكم. أولا كل عام وأنتم بخير. ألف خير. إن شاء الله الأيام هيك دائما تحمل صناعات جميلة زي اللي شايفينها اليوم أمامنا. بنبلش معك تيريزا، كيف بلشت الفكرة؟ ليش طورتوا مشروع اللي يكون عنوانه خلطات للإبداع ويجمعها في مكان واحد في هذا التوقيت؟ الصراحة إحنا هات نقول سنة الكورونا هيك اشتغلت علينا كتير منيح، وكل حدا بيعمل هاند ميد وأعمال يدوية كان عشان ما توقفش المصالح تبعته كان كتير مهم لإله إنه يبيع أونلاين. فلما حسينا فترة شوي صغيرة صارت أحسن ومنقدر شوي نطلع شوي صغيرة من اللي التسكير هذا شوي صغيرة، فكرت انه عن جد لازم نعمل معرض اللي هو بضم كتير ناس اللي هي بتشتغل هاند ميد. كفيش انه نبيع احنا اونلاين، اونلاين بعنا كتير وكتير حلو وتمام. انباع اونلاين بالاول يعني الناس تعودت فعلا مش بس في طبعا لا هذا البديل البديل انه انا كمان بدي ابيع منتجات وانا بدي اشتري وفي عنا مناسبات وبدي هدايا، فشو بدي اعمل؟ بشتري اونلاين. مع انه عادة احنا بنعرف هيك المنتجات او الامور اللي الى الجانب الجمالي كتير بنفضل نشوفها وهيك نستشعرها. كان هذا هدف خلطات إبداع إنه اللي بيشتغلوا هذا الشغل بكفيش إنه يبيعوا أونلاين، كتير مهم إنه تيجي الناس وتلمس المنتوج تبعهن أو تشمه أو تحاول تتواصل معه أكتر. لو نحكي على هاند ميد بتعرفي على إيش كمان؟ أنا مثلاً كمستهلك عفاف، إذا كان تطريز مثلاً مثل اللي عم نشوفه عندنا غم يعطيك العافية. شكراً. بيهمني أشوف القماش، بيهمني أشوف التفاصيل. إحنا عم نحكي على يدوي يعني لازم أطلع على كل تطريز كيف متحسن. صحيح طبعاً. كل شيء. قديش شفت الناس مشتاقين في زوار المعرض وقديش انت كنت مشتاقه انك تعرضي شغلك؟ انا الصراحه كنت كتير مشتاقه اشوف الناس وجه لوجه، خصوصا انه انا كتير بحب اتعرف على زبايني والداعمين للمشروع، فهيك كان كتير 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 حلو. حسينا بدعم وبحب وبهيك احتواء انه احنا موجودين عشانكم وموجودين عشان ندعمكم. وهذا هو مع انه الاونلاين مش منيح صحيح، والناس تعودت على الاونلاين بتقدر تقوله، بس لا كانوا يحبوا يمسكوا الشال يحطوا عليهن لا بالبكله البيج بالبكله الاسود اكثر. مورجينا شغلك وانت عم تحكي يعني بما انه هيك اذا في اشياء بنفع حطينا عليه كاسه المي. يلا نشوف حطينا كاسه المي. هذا الشال اللي عم نحكي عنه، هذا الشال اللي عم نحكي عنه، ومهم لنا انه كان نقلب الاشي نحوله لعصري وشبابي. فاسه بتشوفوا بنات بالشارع 16 سنه و18 سنه لابسات شال تطريز فلسطيني، وفي كمان هيك بكتات المحارم عندنا نفس الشيء كمان بنقلبها لإشي عصري وشبابي وملان ألوان وحياة. حلو يعطيك العافية. وبنرجع بنقول هيك كل إشي له علاقة بالذوق الفردي. مصطفى أكيد كتير مهم إنه الشخص يشوفه أو يحسه ما قبل، ولكن جمانة نسمع منك كمان ومشروع حكاية حجر فترة الإغلاقات كيف مشت معك؟ كيف المشروع استمر وحارب فترة الإغلاق؟ ما كانتش عاطلة ما كانتش عاطلة مزبوط، الورشات والدورات توقفت، بس كيف حكوا الصبايا إنه الأونلاين كان ناجح، استغلنا الفرصة إنه كمان نعمل لايف نشرح كمان تقنيات كيف يعملوها، كيف يستغلوا الأطفال كمان الصبايا كمان الستات اللي بالبيوت بلا شغل، كيف يفرغوا طاقة، كيف يستمدوا طاقة جديدة من خلال الرسم والفن. و حكاية حجر يمكن المشروع عم نتابعه من 2015، احنا عم نتابعه، يمكن انت بلشتي حتى في وقت قبل، بس يعني من اول ما كانت جمانة عم تشتغل على حكاية حجر احنا معك تطور كثير. كان بالاول عم بنشغل على حجر لحاله بتلون وبصير عليه شكل، اليوم صار مشروع اكثر واضح له شكل ابداعي. قد ايه عم بتفكري كيف تطوري وكيف عم بتطوري؟ لانه مشروعي عن جد حبيته كان بشغف ومحبه، فالإشي تلقائيا بصير يتطول وياخذ مجرى اوسع،
فأنا ولا مرة خططت لأي خطوة بدي أعملها. الإشي كان تلقائي عن جد، والإشي كان لا شعوريا يسحبني لبعيد. الحمد لله مشروع وصل لمرحلة كتير حلوة. اليوم عم بيطلع من حكاية حجر، يعني إذا الناس بدها تعرف أكثر على شغلك كمان وتشوفه في إشي معروض اليوم اللي بتقولي طبعاً. هذا هو الشكل الحالي لإنتاجاتنا. أنا بقول دائما إنه الحجار هو الأساس. ففي ناس بيسألون إنه أنت مسمي مشروعك حكاية حجر، طب ليه في شغلات ما خصهاش بالحجر مثل رسم المندلة على لوحات على شغلات؟ فبقول انه هو بلش بالحجر هو الاساس وراح يضل هو الاساس. والابداع فش له حدود، يعني ممكن انه عن جد يتطور هيك يعني مرسوم البرواز والصوره الموجوده عصافير على الحجر وشكل كثير مرتب كثير حلو. انا حلو انه كمان بنعمل شغلات اللي تكون عمليه، يعني مش بس براويز تنحط او حجار، كمان بنحولها لتعليق مفاتيح لصناديق لكثير شغلات اللي ممكن تكون عمليه واستعماليه. حلو. بس لها شكل جمالي. نحكي على الصابونه. يعني من زمان أنا صلي مش سامع على حدا عم بصنع وبيهتم بالصابون. صح. كانت هاي صناعات يدوية قديمة، ليش صابوني؟ الصابون لأنه كانت الفكرة إنه نعاود نعزز الوعي للأشياء الأورجانيك العضوية، المواد العضوية قد هي مهمة للجلد، قد هي مهمة لحياتنا، قد هي مهمة للبيئة. فباللحظة اللي فكرت بدي أعمل فيها صابوني كان شوي استغراب، إنه يعني عادة النساء بالزمانات إنه هن اللي كانوا يعملوا صابونة زيت زيتون. فلما جيت أنا بدي أحول مش بس زيت زيتون، إنه نضيف كمان أنواع زيوت اللي هي كمان مفيدة للجلد، كان في فكرة كتير مهمة إنه عن جد نتعرف على كل هاي المواد زي زبدة الكاكاو، زبدة الشيا اللي عنده مشاكل التهابات بالجلد. هدول بنعمل منهم صوابين؟ طبعاً. كتير تطلب ركبات طبعاً، هاي جزء صغير منها. بدي تناوليني مثلاً واحدة منهم هيك بدي أشم الريحة بشكل أقرب. طبعاً. هاي إيش اللي عم هاي نفسها؟ فيها كركم وكمان نوع زيت اللي هو لونه برتقالي. فيها شيء برتقال اسمه أوبليبيحة. تشبه جوكيت لا تزعى. الكركم أنا مش حاسه بس الزيت مبين قوي طبعا. لا وفي طبعاً. في ريحة قوية. هذا الحلو الصوابين دائما احنا بالنسبة لنا بدنا انها تترك ريحة. واحد من التأثيرات هي مكوناتها مش بس زيت زيتون زي بالسابق، فزي ما حكيت زبدة الكاكاو والشيا، زيت الخروع، زيت جوز الهند. بقولوا لي طب الصوابين الزيت بالزمانات بتعملش رغوي. اليوم احنا بنضيف زيت جوز الهند مع الخروع عشان يعطينا هاي البابلز أكثر، نحس شعور النضافة. حلو حلو. قبل ما نرجع لنغم تريزا، بما انك المبادرة لهذا البازار لهذا المشروع، بدي اسالك كنت تعرفي كل المشاركين والمشاركات على الصعيد الشخصي؟ يعني هذا التشبيك واختيار هاي نقول الإبداعات كيف تم؟ الأغلب كنت أعرفهن بشكل شخصي، والباقي إنستغرام، وكان في تواصل بيناتنا وشغل بيناتنا. حلو. فاللي كان مشترك معنا كمان كريم من عراب اللي بيعمل الخشب، كمان هو بيعمل للشمع بالضبط القاعدة، وطلبت منه انه يحفر لي عشان اصب شمع النحل كمان. فكان في تواصل وشغل. فلما حبيت انه نعمل هذا المعرض حبيت يكون كمان اعمال اللي هي حتى نقول هيك فيها إشي خاص وفيها إشي مميز اللي مش موجود كتير. عن جد في كتير تميز بكل المشاريع اللي شاركت. نغم يمكن المعارض يعني بتتيح إنك تشبيك فرصة للانكشاف على جمهور، لكن اليوم اللي بده يتابع بيكون في سعي أو حلم عند كل صاحب موهبة أو إبداع إنه بدي يكون في مصلحة لإلي، بدي مقر مستقر اللي يكون الناس يجوا عليه يعرفوا إنه كل معروضاتي ومنتجاتي موجودة. غاد عم تمشي نحو هذا الطريق ولا اليوم العصر اختلف؟ بكف صور منيحة تطلع أونلاين ومنشحن المواد المطلوبة. هاي بعد مبارح فكرة عم بفكر فيها. شو طلع قرار؟ هيك أولا أنا مهم جدا إنه الناس تعرف إنه مشروع في عنده هدف دعم النساء الفلسطينيات. فأنا صحيح بصمم الشلات أو بعطيهن الألوان أو مثلا بحكي لهن نعمل هاي المرة سروي. في عنا الكوفية كمان اللي من الجهتين بتنلبس واحدة، أنا بعطيهن التنصميم وهن بيعملوهن عشان أدعمهن والإشي يكون من وين وين دي زي بالضبط وين وين. أو كمان هيك الصبايا اللي بيعرفوا انه خلص لازم اذا بدي افتح مصلحه لازم اني اعطي يكون كمان في عطاء بالمصلحه. حلو. بفكر انه لازم ينفتح هاي عشان اتعرف على الزباين، يعني بتعرف كيف انه يكون في مزبوط، مع انه بنعمل ورشات تطريز بسوق الناصري وبيكون في هيك كمان تشبيك كتير جميل. بس خلص بحب انه لما مثلا بدهن يجوا ياخذوا من عندي شيء يجوا يتعرفوا علي يعرفوا من وراء هاي. اكيد كتير مهم. جمانة، بما انه ربطنا الموضوع كمان احنا بالازمه الاقتصاديه وبالنهايه هو ملتقى للابداعات مثل ما حكينا هيك واهتمام تريزا بهذا الموضوع، بس قديش بتحسي مشاركتك في البازار وكانه حققت اهدافها، يعني اعطتكم فعلا
كان دفعة بعد هاي الأوضاع الصعبة اللي كل شخص مرق فيها؟ بدي أسألك جاب همه؟ الحمد لله كان إقبال كثير رائع. تشبيك لا جاب همه. أنا بدي أحكي إنه عادة بشاركش بمعارض وهيك، بس باللحظة اللي تريز توجهت لي في إحساس جوات حكى لي إنه لازم تشاركي، خاصة إنه تريزا شخص اللي بفكر بطريقة مميزة وبهتم بأدق التفاصيل، فمش بتندب إني شاركت، بالعكس كتير فخورة وكتير تجربة حلوة اللي مرقنا فيها. كمان كتير ناس أجوا عشاننا ودعمونا وشافوا شو بنعمل وحسوا الإشي كيف حكينا. بس اللي بيأسفني إنه ليش منعرفش هاي الطاقات؟ يعني أنا لا ما كنتش أعرف هني، لا ما كنوش يعرفوني، كنت أعرف تريزا وكمان حدا. تعلمي طلع الإيجابي، صرتوا تعرفوا بعض، صرنا نعرف كمان بعض اليوم من خلال المقابلة كمان صار في كانت فرصة إنه الناس تيجوا تعرفنا. صح ورح تزيد كمان الفرص. أنا بفكر إنه لازم نضلنا نشتغل حتى شرائح المزيد والمزيد يعرفونا. بدي أشكركم جدا صبايا على الطاقة الحلوة وعلى الطاولة الحلوة اللي عملتوها هون. بس في معلومة مهم نحكيها كمان، إنه مستمر المعرض توسع نطاق الجملة أخيراً. هدفي كمان غير المتابعين تبعوني يجوا عندي، أنا ما كانش بدي يجوا عندي، بدي يجوا يتعرفوا على الباقي. هذا كان الهدف، المتابعين اللي بيشتروا من عندي، وكتير حلو إنه أشوفهم عن جد وداعمين. بس كان واحد من الأهداف إنه يتعرفوا على باقي المشاريع ويعرفوهن شخصي. طبعاً مستمر، هاي خلطات إبداعية، هاي البداية تبعتنا. رح نتابعكم جدا وأنا كتير كمان. حابة أحكي شغلة إنه بالنسبة لي الفن إنه تقدم الإشي بطريقة غير مألوفة، يعني تقدم المألوف بطريقة غير مألوفة، وهذا اللي كان عندنا بالمعرض. انه كان في شغلات مثل الصوابين، مثل تطريز، مثل شغل خشب بس تقدم بطريقه غير، طريقه هذا يمكن جديده. تحيه السؤال حتى معك، انه في تقديم بشكل مختلف ومعاصر، وهذا عن جد محسوس. شكرا لكم صبايا جمان ونغم وتيريزا، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. طيب، ومن الابداع مصطفى الى ختام حلقتنا اللي دائما بيكون من خلال هيك انه نفتح باب المنصات الاجتماعيه ومنشورات ايضا اللي اخذت كثير اهتمام على المنصات الاجتماعيه، والبدايه راح تكون تحديدا من الشيخ جراح مصطفى والقدس، هيك تستمر بانها تتصدر عناوين بصمود أهلها أمام عنف واستفزاز المستوطنين. تحديدا هون عم نحكي عن الصمود اللي ممكن يكون عنوان للصورة اللي رح تشوفوها بعد شوي، واللي تم تنقلها بشكل كبير على الشبكة، وبتظهر فيها سيدة عربية من المهددين بإخلاء بيوتهم في الشيخ جراح وسط مجموعة مستوطنين عم بيستفزوها بطريقة مزعجة وفيها تهديد أيضا. وهي عن جد كانت من الصور اللي كيف ما تقلب الإنستغرام أو فيسبوك موجودة، صورة مزعجة للحقيقة. هي صورة بتمس الإنسان المتلقي بدون مزعجة أدوش. جدا، ولكن مع الأسف من يعني واقع الشيخ جراح. ومن الشيخ جراح وجرم المستوطنين واستفزاز أيضا إلى استمرار قمع الشبان الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال في القدس، مئات المقاطع المصورة انتشرت على الشبكة بالأيام الأخيرة، ولكن مقطع واحد خطف الأنظار وأيضا الأذان. الفيديو تناقلوا المئات، ومثل ما راح تشوفوا بالوقت اللي فيه منع الشاب أسامة زيدان من قرية كفرمندا من الوصول للمسجد الأقصى، بدأ يبتهل للنقشبندي أو الشيخ النقشبندي بطريقة رائعة، يعني أثارت كل متابعي المنصات الاجتماعية وشاركوه بكثافة. تابعوا. إذن هذا كان يعني في القدس وبصوت الشاب أسامة زيدان من كفرمندا، اللي يعني فعلا اجتاح الشبكات الاجتماعية خلال اليوم الأخير. ومع هذا الفيديو عفاف نوصل لختام هذه الحلقة من الباب على الباب. لا ختام هذه الحلقة، على أمل أنكم تكونوا هيك استفدتوا من كل المواضيع اللي طرحناها اليوم، وأكيد لنا لقاء آخر، ودائما الباب على الباب. الباب على الباب، إلى اللقاء.